امتحان انجليزي الجلسة الثانية كان امتحان تقريبا سهل، فمع بعض الاشياء يعني اللي فيها زي لف ودوران زي ما تقول يعني، بس اجمالا الامتحان كان سهل ومنطقي شوي يعني، والجلسة الاولى كان اخف شوي يعني منه، بس اجمالا امتحان الانجليزي على بعضه كلياته كان سهل. أنا رغد نجار، مدرستي العدوية كان عنا امتحان إنجليزي الجلسة الثانية، إجمالاً كان الامتحان سهل، بس إنه أنا حاسة إنه السنة الوزارة عم تتبع نمط إنها ما بدها حدا يجيب 99.8، فبكل امتحان عم بيحطوا سؤال إنه يكون للمتميزين، بس اليوم ما كان فيه. وجدة أبو شنب، تخصص أدبي، مدرسة عدنان السفريني، كان يوم جلسة إنجليزي الجلسة الثانية، بكان الكل خايف منها لأنه فيها قصص وحفظ، فالحمد لله أجت أسهل من الجلسة الأولى بكثير. وان شاء الله الكل يكون مزبط فيها. انوار لؤي عاصي من مدرسه جمال عبد الناصر الثانويه، انا فرع تجاري، كان علينا امتحان علوم ماليه ومصرفيه. الامتحان كان كثير منيح، يعني بتناسب مع جميع العقول، يعني سؤال سهل وسؤال صعب منيح. انا الطالب صادق محمد نمر مبروك من مدرسه طول كرم الثانويه الصناعيه، كان اليوم علينا امتحان علم صناعه جلسه اولى، الحمد لله الامتحان يعني نوعا ما منيح، بس في شغلات كانت صعبه كثير. وإن شاء الله بنتمنى باقي التخصصات نكون امتحانهم سهل إن شاء الله. أنوار بسام بعدي قعدان من مدرسة جمال عبد الناصر، بقدم بمدرسة فاطمة الزهراء. الامتحان كان علينا اليوم علوم مالية ومصرفية، الحمد لله كان منيح، بس الامتحانات اللي قبل الإنجليزي والعربي كانوا شوي صعبين، وإن شاء الله خير. أنا الطالب يحيى محمد أبو دية مدرسة تركانم الصناعية، كان اليوم عندنا امتحان كان عندنا امتحان اليوم علم صناعة ميكانيك صنع لي فيها. بشكل عام الامتحان سهل، بس يعني في كان شوية صعوبة، في شغلات ما عرفناش، بس الامتحان بشكل عام سهل، والدرس الثاني إن شاء الله بتكون أسهل من هيك. أنس حنون من مدرسة ارتاحة الثانوية، قدم إنجليزية الجلسة الثانية، كان الامتحان متوسط شوي. دعاء فتحي حسن يوسف مدرسة بنات فرعون، امتحان اليوم يعني بالنسبة لي الجلسة الثانية هي أسهل من الأولى بشوي، يعني دقيق الامتحان بده يعني تفكير شوي، بس احسن من امبارح، احسن من جلسه امبارح. اسمي ادهم الطيبه من مدرسه الصناعه طول كرم، اليوم قدمنا امتحان علم الصناعه حاسوب، كان الامتحان كثير سهل والاسئله منوعه تشمل كل الطلاب، والمراقبين برضه كانوا عندنا بشكل ممتاز يعني ما بقصروا معنا، يعطيهم الف عافيه وان شاء الله خير هيك في كل الامتحانات. انا امن سلبه من مدرسه حريم خريشة، والامتحان كان يوم علينا انجليزي جلسه ثانيه وكان سهل كثير، يعني جابوا لنا تعبير يعني سهل زي ما حكونا متوقعين انه رساله، وكان سهل وانه التعبير والقواعد كمان كان سهل كثير، يعني الحمد لله جاوبنا، والجلسه الاولى كمان كانت سهله. انا الطالبه عزه حسام عاده مدرسه العدويه، الامتحان كان يوم الحمد لله يعني سهل، يعني تقريبا نفس مستوى الجلسه الاولى، الوقت منيح بالنسبة توزيع العلامات برضه منيح وكل شيء تمام، الحمد لله ان شاء الله بقيت الامتحان تكون منيحه. بيصير حجار مدرسه الصناعه، طبعا الامتحانات كلهم قدمناها الحمد لله سهله، بس اليوم امتحان علم الصناعه كان في مش شويه صعوبه كثير، بناحيه انه كانت الاسئله مش من الكتاب او هو اللي حاطط الاسئله مش زي شرح الاستاذ، يعني في ناس كثير عانت من الامتحان علم الصناعه اليوم، وبتمنى انه الوزاره تراعي خاصه بهذا الامتحان التصحيح. في جمال قدومي انا ادبي مدرسه العمريه، هاي اليوم الجلسه الثانيه كان انجليزي قواعد وادب، الحمد لله كانت كويسه وسهله، اجمالا اسهل من الجلسه الاولى كانت. محمد جافز ابو سعد النابي، الامتحان كان اليوم كثير سهل، يعني فيش اي صعوبه، اسهل من الجلسه الاولى الحمد لله توفقنا فيه، يعني فيش اي صعوبه لا لف دوره ولا شيء، يعني كل اسئله مباشره، يعني دارس منيح بجيب منيح، هذا كل شيء. مصبرين رياض ابراهيم عطار مدرسه حليم خريشه، الحمد لله الامتحان كان سهل كثير وجاوبنا عليه، وبرضه انه الاسئله كانت كثير سهله والاشياء المتوقعه وكل شيء، يعني القواعد اللي اخذناها كلياته والمعلومات اللي فهمونا اياها انه سهل ومنيح، وانه الجلسه الاولى كثير كانت سهله، وانه كل شيء متوقع انه جابوا لنا اياه. الامتحان منيح بس في شويه صعوبه، يعني الامتحانات الحمد لله كلهن مناح اللي قدمناهن ما عدا العلوم اللغويه، والانجليزي برضه فيه شويه صعوبه. فداء دعمة فرع ادبي، جلسه الامتحان الانجليزي جلسه ثانيه، الامتحان كان كثير سهل والاسئله كانت هيك ديليشس، يعني زاكيه كيوت، يعني كثير سهلات، وحتى انه يعني هيك انه الاسئله كثير بسيطات، يعني مش كثير زي ما انه انت تدرس الامتحان، يعني بتحس انه شوي بده، بس الاسئله كثير سهلات بالنسبه لي، انا ما بعرف الناس الثانيه.